المطالب الاجتماعية يلي امبارح يعني بسببها احتجز الآلاف بسياراتهم كانت أيضا محور اهتمام بالصحف من خلال قراءات عديدة رح نعلق عليها من خلال كاريكاتير أرماء حمصي بجريدة النهار تحت عنوان الشاحنات تقفل الطرق احتجاجا على إقفال الكسرات. رسم شاحنتين منشوفهم مسكرين الطريق بس دهسين سيارة مواطن يلي حملت عبارة مكسر عصا. يعني المواطن بكل هالمشهد امبارح كان هو مكسر العصا ضحية بغض النظر إذا كانت المطالب محقة أو إذا كانوا الحكام عم يسمعوا. يعني شو لازم ينعمل بدكاش كي لا يبقى المواطن بكل الحالات هو اللي عم يدفع الثمن؟ أكيد يعني المواطن ضحية كان امبارحة وكتير ناس يعني كتير تضايقوا وانأذوا بهال. بعتقد انه السؤال اللي بينطرح انه أين هي السياسة الاجتماعية الاقتصادية على نعم. مستوى البلد كله سوا؟ يعني الحكومة الدولة تاخذ كل هالمشاكل الكبيرة اللي هي مطروحة اليوم على الساحة وتعالجها تفكفكها واحد واحد وبسرعة يعني. لكن للأسف انه عايشين اكثر بازمه وبتفتيش عن حلول لازمه انتخابات او قانون انتخابات مما انه نفتش على مشاكل الناس ونحل مشاكل الناس ونجيب الـ 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 الحلول اللي هي مناسبه للناس لهالازمه. والازمه الاجتماعيه عايشينها وعم نعيشها كل يوم. يعني ما تتصوري قد ايه الناس اليوم عم بتدق الابواب حتى تقول انه نحن يعني في عنا مشاكل مالية اجتماعية إلى آخره وساعدونا. يعني نعم. من هون يعني لابد هذا نداء أنا بوجهه أنه بسرعة نخلص من هالمشاكل اللي هي اسمها مشاكل سياسية للانتقال إلى المشاكل اللي هي الأساس نعم. للبلد هي المشاكل الاجتماعية. بأي حال يعني كمان بدي ناقش معك ثقافة قطع الطرقات. يعني اليوم بتقول المستقبل انه هالثقافه شاعت بالسنوات الماضيه حتى صارت شبه عاده مالوفه. كمان هون قصه انه كل ما بدنا مطلب نقطع الطرقات، هل هي هل هو شيء عادي يعني في الحياه السياسيه وفي حياه الدول؟ انه ما لازم يصبح شيء عادي اكيد، انه من اصغر مطلب لاكبر مطلب بتم قطع الطرقات. صح صح. لا يعني انا شخصيا يعني اولا ما بيعطي نتيجه، ما بعتقد انه بتعطي كثير نتيجه. شفناها خلال هالعشر سنين 15 سنه ان ضمن بيروت او خارج بيروت صار في قطع طرقات، صار في اعتصامات اوكي مقبوله، لكن تيجي تقطع الطريق على الانسان اللي خاصه يعني نحن بيعرفوا كل الناس انه الناس كمان عم تفتش على اللقمه، عندها مشكله يوميه يعني بدها تعيش، بقى تيجي تقطعي الطريق معناتها انه قطعتي شريان الحياه. فشت الخلق بتطلع شريان الحياه وبيطلع الضحيه مين؟ الضحيه المواطن بالنهايه اللي هو ما له علاقه يعني اللي هو عم يفتش على لقمه العيش. من هون اكيد يعني انا شخصيا ما بلاقي ابدا انه قطع الطرقات هو الحل المناسب ابدا ابدا. وبعدين هذا يعني انه لما اليوم عم بيصير في قطع طريق معناتها انه في اعتداء على حرية المرور، على حرية حركة الناس، هيدي بدنا ناخذها بعين الاعتبار كمان. موضوع كمان تاني محط اهتمام هو مسألة العقوبات الأمريكية المرتقبة على حزب الله ومن له علاقة بهذا الحزب. اليوم قائد الجيش سيتوجه إلى واشنطن منتصف الأسبوع المقبل من أجل هذا الموضوع، وفي خوف عبر عنه الكاتب عماد مرمى اليوم بالديار من أنه إذا جرى إقرار هالعقوبات بصيغتها الحالية من شأنها أن تسمح بأن تغطي حيز واسع من الطائفة الشيعية وما بعدها. هل في خوف إزاء هذا العصف بالمنطقة أنه أن تأتي العقوبات ولا تميز بين من تطاله حقيقة ومن صدف وجوده بطريقة؟ يعني كيف ممكن الدولة اللبنانية هون أو السلطة اللبنانية تتعاطى مع هذا الموضوع للحد من تداعياته؟ أنا اللي بعرفه أنه على مستوى مثلا قادة المصارف المسؤولين مصارف لبنان على تواصل مع الجهات الأمريكية، لأنه بالعقوبات كمان يعني في المصارف عندها دور وكمان بيرتد عليها نوعا ما. فالهيئات الاقتصادية بعتقد والمصرفية عم تلعب دور كبير، ولابد انه الدولة هون انه تساهم بانه
تخفف من حدة هالعقوبات إن حصلت. نعم. بتكون كمان هالعقوبات عقوبات هي موجهة للأشخاص اللي هن مستحقينها يعني. بقى لكن بالمطلق يعني إنه يعني المهم كتير إنه نقدر نحن نتجاوز يعني الأشياء السلبية، النتائج السلبية لهالعقوبات، هذا اللي بكفينا يعني مشاكل. نعم. كفينا أزمات، بقى إنه تيجي العقوبات كمان تضرب الكل يمكن أبعد كمان من جهة معينة، بقى هون هيدي خطر على المستوى اللبناني كله سوا. بدر دكاش، ما فينا تكون ضيفنا وما نستفيد كمان نقدر نسألك رأيك بخصوص التربية، لأنه اليوم السائبة وزير التربية مروان حمادي كان افتتح طاولة مستديرة نظمها مركز التربوي للبحوث والإنماء تحت عنوان المناهج اللبنانية. نعم. تطلعات وقفة، شارك بهالندوة مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الدولية المحلية والرسمية. أبرز موقف أعلنه الوزير حمادي أن وزارة التربية يجب أن لا تتحول إلى كانتونات. صحيح. عندما يحذر وزير التربية من هذا الموضوع، ماذا يعني هذا الأمر؟ ماذا يعني؟ يعني انه وزاره التربيه لازم تلعب دورها عبر المركز الوطني للبحوث والانماء. نعم. بمعنى انه يكون في سياسه تربويه وسياسه برامج، مختلف البرامج، مناهج يعني، والمناهج المنهج اللبناني يكون فعلا يعني للكل ومطبق بكل المدارس. نعم. وهذا الواقع اليوم انه منا يعني المدارس كلها عم بتطبق المنهج اللبناني اولا، ثانيا في نوع من تبرير لهالشيء، هذا انه المناهج اللبنانيه من سنه 1994 صار في عليه شويه قصص وشويه تركيبات وتطلعات والى اخره، ما تحركت. صار في سنه 1994 96 تطوير للمناهج الصحيحه ومناهج جديده. نعم. الى اخره، واستبشرنا خير، لكن العمليه التطوير المستمر للمناهج التربويه ما وصلنا لها. بقى من هيك اليوم بعتقد نداء معالي الوزير هو انه نرجع نراجع المناهج والبرامج اللبنانيه بشكل انه تتوافق مع كل المتطلبات، مع الحداثه، مع تحديث البرامج، حتى الكل يمشوا فيها بخط واحد. شو هو السبب يلي ما يعني ما خلى الكل يمشوا بخط واحد من الاساس؟ هل هي حساسيات مذهبيه معينه، مناطقيه، طائفيه، عقائديه؟ في من جميع، باخذ مثلا التاريخ. نعم. اذا بناخذ اليوم ما هو يتفقوا على كتاب على توقيت، ما في بعد اتفاق يعني، في شغل عم ينعمل بعرفه انه اليوم على كتاب التاريخ، ان شاء الله من هالنيه لكم شهر تطلع نتيجه. نعم. لكن اليوم مثلا بما يخص هالكتاب هذا، كل واحد عنده التاريخ تبعه وعم يدرس التاريخ تبعه. مثلا حتى بالعلوم يعني في اشياء عم تدرس. نعم. بمحلات واشياء ثانيه ما عم تدرس حتى على. نعم. مستوى العلوم، لانه في خلفيه او عقائديه او مذهبيه يعني، اذا فيك تقولي. بقى كمان مثلا المناهج اللغه العربيه في البعض كمان ما عم يتجاوزها. من هون يعني نداء المعالي بمحل ولابد هل من يسمع. هل يعني يخشى اذا مثلا درس التاريخ كما هو بصورة موحدة عند الجميع أن يثير أو ينتقل الخلاف السياسي إلى داخل المدارس؟ في هون يعني كيف نتصور التاريخ؟ تعليم التاريخ هون هل أنه ناخذ الأحداث مثل ما هي نقعد. نعم. نحطها براس الطالب، أم ناخذ التاريخ من خلال الوقائع، من خلال الوثائق، من خلال بعض العينات المهمة، الوجوه التاريخية مثلا، وندرسها للطالب حتى هو يكتشف التاريخ. وهون بيكون في عنا نظرتين مختلفتين للتاريخ ولتعليم التاريخ. للأسف الحديث هلأ نية التاريخ كما كتب يعني وعم يعلم هو الطريقة الأولى، يعني في عنا معلومات معينة. نعم. لابد من أنه الطالب يحفظها ويرجع يسمعها. أما. نعم. فعلا يعني إذا بدك تكوني فكر تاريخي عند الطالب، فكر مواطني عند الطالب، فكر قادر أنه يتعامل مع الأحداث التاريخية، لابد من أنه يكون نوعا ما، ما بدي أقول مستقل، لكن يعرف كيف يقرأ، يميز. نعم.
هنا السؤال عن النقش في النفوس، يعني صح. اللي نحط بالنفوس كل هذه السنوات، هل تقدر النصوص ثقافة التعامل مع الأحداث التاريخية، مع الوثائق، مع الوجوه التاريخية الأخيرية، ويبني الطالب نفسه بنفسه إلى حد يبني قناعته بنفسه صحيح. مش بالأول ليتوحد مفهوم الشهيد والعميل مثلا، يعني حتى ما في تعريف واحد لهذا الأمر عند كل صحيح. اللبنانيين صحيح. يمكن صحيح. هذا الشيء اللي خلى الوزير حمادي يقول المناهج التربوية وضعها مقيت، وهي جزء من سيادة الدولة على مواردها البشرية، يعني بكل موضوع بتكون توقف صح. عند حدود ما صح. يعرف بسيادة الدولة صح. يعني سواء لما البرامج فيها خلل، المنهج العام نعم. ثم البرامج اللي هي بترجم المنهج العام، والكتب اللي هي بترجم كمان فيها خلل كمان على مستوى التعليم، وفي عنا كمان الأستاذ ضايع بين الاشياء اللي هي بيعرفها وحديثه والشيء اللي هو موجود بالكتب. علينا انه فعلا نراجع، يكون في عمليه مراجعه نقديه حقيقيه للمنهج العام. ليه؟ لانه بالنهايه اي موارد بشريه لبنان اليوم عم بيربي عم بيكون. هذا السؤال الاساسي. نحن دائما بنقول انه لبنان يتميز براس مال، رأس مال الطالب القادر القوي الكفو الماهر إلى آخره، اللي عم بيصدروا بنهاية المطاف صح، واللي هو موجود بالعالم كله نعم. سوا. اليوم عم نلاقي أنه من فترة يعني خاصة في انحدار على هالمستوى هذا نعم، خاصة على مستوى اللغات، على مستوى المعرفة النقدية للأمور. علينا أنه نواجه وبجرأة وبشجاعة هالواقع هيدا حتى نصلح الوضع وبسرعة نرجع نسترد لبنان بالمسابقات الدولية مثل التيس أو غيرها، اللي هي بتحدد مثلا على مستوى العلوم الرياضيات أو العلوم إلى آخره موقع لبنان، عم يتراجع هالموقع هذا. بقى من هون علينا أنه نرجع بالتيمس أو غيرها نسترد الموقع. في بعض الدول العربية سبقتنا ولا يجوز هالشي هذا على مستوى عام. في عندك نوع من جزر النخبة بلبنان وبعد قوية وإلى آخره مستمرة، لكن هذا ما بيكفي، لازم لبنان كله سوا يمشي مع بعضه، وإلا بيولد هذا بيولد مشاكل اجتماعية وانقسام بالمجتمع. هنا مسؤولية المركز التربوي أكيد لوضع مناهج حديثة وتفاعلية. المركز التربوي مستعد، لكن الأهم من هيك هو حاليا في بصدد في برامج في لجان عم تشتغل نعم. لكن العملية عملية سياسية أكثر ما هي عملية، بعدنا مثل ما نقول يعني بلشنا بالأزمات، يعني كلنا كل المواضيع تدور بحلقة مفرغة بهالسياسة. يعني أنه اليوم مثلا في أزمة على الصعيد التربوي لابد نعم. من مواجهتها. ايضا يتعلق بالتربيه بصفحه اسلاميات بجريده اللواء لفتني عنوان مقال عن علماء الازهر الذين يطالبون الاسر المسلمه بتحقيق الدين تربويا. ظاهره التدين الظاهري افه كبيره، لابد للاهل ان ينتصروا عليها. عندك اي تعليق على هذا الموضوع؟ يعني ما بعرف يعني شو هو الهدف من هالبيان او هالكلام هذا نعم. هل هو يعني نداء الى العائلات المسلمه انه نوعا ما يعني هالتدين اللي عم بتعيشه ما يكون فقط شكلي نعم، ما يكون شغل ظاهري او يتحول الى تطرف او يتحول الى مجرد خطاب ضد الاخر نعم. لكن تحققه حقيقه بحياتها نعم. بمعنى انه الدين الحقيقي هو اللي بعيشه بعلاقه عموديه مع ربنا، لكن كمان بدي اعيشه بعلاقه افقيه مع الاخر نعم. ومن هون يعني هذا ما قصده بأي حال، هذا المقصود، انه مش بس المظاهر هي الدليل صحيح. على الايمان صحيح. يمكن ان نعيش الايمان حقيقة بمكان اخر بتقوى بتجرد بتضحيه بمحبه. هذا بعتقد الشيء اللي عم بيشير له المعاد. بعد الفاصل سنتحدث عن زيارة الحبر الأعظم الذي تنتظر المنطقة ومصر تحديدا وصوله غدا. لحظات ونعود.